ورجعنا مرة تانية لحضراتكم. وقبل فقرة الضيف حابب ان اقول حاجة. نادي الزمالك، عن نادي الزمالك اكتب كتير حكايات، الفن والهندسة والنصر والبطولات دايما في ظهر الزمالك مهما حصل أزمات، علشان يفرحنا بالفوز والانتصارات. عودونا على الحرفنة والفن والمهارات، للملك وهبت عمري اللي جاي واللي فات. عن نادي الزمالك اكتب كتير حكايات. ومعانا نجم من نجوم نادي الزمالك، لاعب ومدرب نورني وشرفني، كابتن أمير عبد العزيز. أهلا وسهلا بحضرتك. ازيك كابتن هشام؟ وانا سعيد جدا ان انا موجود معاك، والف مبروك على البرنامج، ان شاء الله تبقى بدايه خير عليك. سعيد جدا ان انا بتشرف بيك النهارده. ربنا يخليك كابتن امير، نورتني وشرفتني، وعندنا حاجات كتير قوي واسئله كتير، يعني مستعد؟ لا معاك مستعد ان شاء الله. عاوز اسال حضرتك سؤال بس كده سريعا كده، تقول لنا بدايتك للكوره كانت ازاي وامتى؟ وبعدين انا في الكواليس كده ان انت كنت بطل الجمهوريه للمصارعه، النقلة من المصارعة للكورة جت ازاي؟ والله بص، يعني الموضوع دوت، موضوع المصارعة ده خلي بالك مفاجأة، عامل مفاجأة جامدة قوي. انا كان عندي 12 سنة وكنت حابب اخش اي رياضة يعني، فكان زمايلي واصحابي بيروحوا يلعبوا مصارعة وبتاع وكده في نادي عندنا جنب البيت، فرحت معاهم اتمرنت واشتغلت وبتاع وكده، فحسيت ان انا ممكن يعني ابقى كويس يعني، فمدرب بقى يهتم بيا. دخلت اول بطوله، خدت المركز الرابع في بطوله الجمهوريه، وبعد كده البطوله اللي بعديها كنت في الابتدائيه، بطوله الجمهوريه للمدارس. رحت جيت هنا القاهره واشتغلت هنا ولعبت البطوله، والحمد لله ربنا كرمني وخدت المركز الاول، وساعتها خدت الهدايا وخدت كل حاجه وطلعت على المدرسه بطل. كنت فرحان قوي. ايوه. كنت سعيد جدا. بعد كده يعني خلاص بقى بدانا نهتم باللعب، الكره في الشارع، كلنا بقى سيبنا حته المصارعه ديت. كان عندك كام سنه ساعتها؟ يعني خلاص كنت بقى 13 سنه. يعني رحت اولى اعدادي، فخلاص بدانا بقى نلعب دوري المدارس ودوري الفصول ونلعب في المدرسه الماتشات بعد ما تخلص الدراسه، اليوم الدراسي. تمام. تقعد تلعب بقى مع اللعيبه زمايلك والمدرسين وبتاع وكده، فلقيت كل الناس بتقول لي انت ليه ما بتلعبش في نادي؟ ليه ما بتلعبش في نادي؟ لازم تروح مكان. فجينا في الصيف بتاع الاجازه بتاعت الدراسه، اتفقنا ان احنا نروح نعمل اختبارات. نروح فين نروح فين نروح فين؟ قال لك نروح نادي الزمالك. طب يلا بينا على نادي الزمالك. كنا اربعه اصحاب، فروحنا دخلنا الاختبارات، وكان عندي كنت 13 سنه 13 سنه ونص، يعني داخل اربع يعني 14، زودت نفسي سنتين عشان ابقى 16 عشان ابقى قدهم. ياه. عليت ال 14 سنه صغيرين. صغيرين. وانا كنت ما شاء الله برضو يعني جسمك كويس. كنت جسمي كويس، كان جسمي قوي يعني، ففضلت ان انا العب مع ال 16 علشان اساعد نفسي. تمام. لان انا لو لعبت مع الصغيرين دول كنت ممكن ما بانش يشكوا فيا، يقول لك ده مزور، ده ازاي كده. فقلت لا، خليني مع ال 16 لحد ما اكتست الحمد لله كل الاختبارات، وانا الوحيد اللي فضلت منهم. وكابتن علي شرف جابني، انا فاكر بقى اليوم دوت كان اخر حاجه، اخر مرحله، فكنا بنعمل تقسيمه، فيا دوبك لمسه لمستين، فلقيت الكابتن علي شرف قال لي خلاص تعالى امير، يلا احنا عايزين والدك عشان يجي يمضي، وهتقعد عندنا في مصر. فانا خفت، انا مش سني، انا ازاي 16 سنه وانا 14 سنه؟ طب اقول له ايه وهم مختاريني مع ال 16؟ ف اتشغلت كده شويه واتخطفت، فمشيت شويه ورحت راجع قلت له كابتن، كان هو طيب قوي، كانت الناس كلها تحبه بصراحه، فاخترت هم دول عن كل الناس اللي قاعدين، كان الكابتن سمير محمد علي وكابتن روحت الله يرحمه وكابتن محمد توفيق، فرحت له. كابتن علي انا عايزك ثانيه واحده. قال لي يا فلاح. قلت له مش سني، انا قلت لكم على طول، انا قلت لكم ده مش سني. افتكر انك مزور. افتكرني مزور. انا قلت لكم ده استحاله يبقى 16 سنه. فخفت اكتر، فقلت له على فكره يا كابتن انا مواليد 72. اصغر. قال لي ايه مواليد 72؟ قلت له مواليد 72. قال لي امير انت هتجيب والدك وهتجيب شهاده ميلادك وهتجيب ورقك من المدرسه وهتيجي، ولو ابوك ما جاش هيبقى عندك مشكله جامده. وفعلا رحت كلمت والد الله يرحمه في الشرقيه،
وجي معايا تاني يوم النادي واديناهم الورق واديناهم شهاده الميلاد واديناهم كل حاجه، فهم ما كانوش مصدقين يعني. الحمد لله ربنا كرمني واشتغلت مع الناس. قبل ما اتكلم بقى عن نادي الزمالك والفريق الاول وتدريبك في قطاع الناشئين، معانا مداخله، قول الو. الو الو الو. طيب الخط قطع، هنرجع له تاني. طيب كابتن، مش هتكلم عن الناشئين، هنتكلم على الفريق الاول. عرفت خبر تعيينك للفريق الاول ازاي؟ انا كنت ماسك فرقه ال 2001، الحمد لله كنا عاملين شغل كويس وكنا متصدرين البطوله، ولقيت ايمن بيكلمني في التليفون. ف ايمن ازيك عامل ايه مش عارف ايه، قال لي انت ما بتردش على استاذ امير مرتضى ليه؟ فقلت له ايمن انا ما اعرفش رقمه والله، وكلمني. ايمن عبد العزيز اخوك، ايمن عبد العزيز اخوك الصغير. هو كلمني قال لي اكلمك، فاكلمه عشان هو عايزك. فقلت له حاضر، فكلمته. انا قلت في يعني هيكلمني على حاجه بخصوص الفرقه، حاجه تمام. بخصوص النادي. فكلمته، السلام عليكم استاذ امير عامل ايه؟ قال لي انت فين؟ قلت له انا في النادي. قال لي طب ممكن تجي لي؟ قلت له فين؟ بره ولا في النادي؟ قال لا تعالى للبيت عندي عايزك الساعه كل كام. ده ما تعرفش برضه؟ ما اعرفش حاجه، ما قاليش حاجه، ما قاليش اي حاجه. وقال لي تعالى انا عايزك الساعه 7. وفعلا الساعه 7 الا ربع كده رحت، وصلت للبيت، رنيت الجرس لقيته مستنيني. طلعت وكانت المفاجاه بقى، اول ما فتحت باب الشقه دخلت لقيت الكابتن سامي الشاشيني قاعد في وشي. ما قالكش؟ ما قاليش حاجه. فدخلت انا يعني مستغرب ومش عارف، بس انا حاسس ان في حاجه يعني ايه، حاسس ان في حاجه حلوه. تمام. فسلمت على الشيشيني وقعدت وبتاع وكده، قال لي احنا هنغير الجهاز واخترناك انت وكابتن سامي الشيشيني تبقوا موجودين في الجهاز تساعدوا مستر كارترون. انا تابعتك وكنت بتفرج عليك من غير ما انت تعرف، وانا شايف ان انت مجتهد وان انت عندك شغل كويس وعندك فكر كويس، واحنا عايزين نستفيد بيك وعايزين نستعين بيك يعني. تمام. فبسطت بسطت جدا جدا جدا. خبر كان حلو جدا. خلي بالك انا انا طموحي ان انا كنت نفسي امسك طبعا نادي الزمالك ونفسي امرن في نادي الزمالك، لان انا اشتغلت من بدري في قطاعات الناشئين، في قطاعات الناشئين، واشتغلت درجه اولى قبل ما امسك في نادي الزمالك. وفي ناس سبقتني للفريق الاول كانوا شغالين بعدي، بس انا كان عندي اصرار ان انا اوصل. كنت حاسس ان الخطوه هتجيب يعني، كنت بجتهد وبشتغل على قد ما بقدر عشان اوصل للحته دي. قبل ما اتكلم بقى في الحاجات بقى والناشئين وانت الجندي المجهول معروف للناس كلها، ايه الصفقات اللي كانت في وقتكم واهم الصفقات دي؟ وهل انتوا كجهاز كان ليكوا تدخل فيها ولا كان قرار مجلس اداره خدوا اللعيب الفلاني دون احنا شفناه؟ لا بص هقول لك، احنا جينا، احنا الجهاز بتاعنا جه بعد مستر ميتشو، فكان خلاص اوريدي الصفقات يعني كنا بنجهز ليناير. تمام. يعني كنا بنجهز لصفقات يناير، لكن هم كان اوريدي كانوا جابوا اللعيبه اللي كانت موجوده اللي لعبوا بيها كاس السوبر ولعبوا بيها بطوله افريقيا. تمام. فجينا لقيناهم بصراحه يعني. هو كانوا مين بقى؟ مستر امير كان 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 عنده حاجه كويسه قوي، ان هو بيتابع يعني، هيجيب امير او هيجيب مثلا سي مثلا اللعيب الفلاني بيبقى متابعه من قبلها بفتره، يجيب السكواد بتاعه وبيجيب التفاصيل بتاعته كلها، لعب قد ايه، شارك قد ايه، شاطر شاطر دؤوب شاطر وبيحب شغله قوي، ودي كانت ميزه موجوده في. وكان من افضل فترات نادي الزمالك في وجوده للامانه برضه يعني، دي حاجه برضه لازم. لكن احنا جينا لقينا لعيبه على اعلى مستوى بصراحه يعني، اشرف بن شرقي، فرجاني، ونجم، ساسي، طارق، محمود علاء، الونش، رجوع شيكابالا، شيكا طبعا، امام عاشور، مصطفى محمد يعني، انا اوباما عشان مش عايز انسى حد، عبد الغني، كل اللعيبه اللي موجودين بصراحه كانوا كلهم لعيبه مميزه، ولعيبه مختارينهم بالاسم يعني، كانوا عاملين حاله في الدوري ممتاز، فبناء عليه جم نادي الزمالك. تمام. طيب كابتن امير، انت حصلت مع نادي الزمالك على بطولتين. النهارده يوم السوبر الافريقي 14/2. البطوله الاحب والاقرب لقلبك يعني، انت سوبر افريقي وفوز على الترجي، وسوبر مصري وفوز على النادي الاهلي، من غير ما تجاوب هتقول النادي الاهلي. لا هو طبعا النادي الاهلي يعني نادي كبير، واحنا طبعا بنبارك له
على حصوله على الميدالية البرونزية في بطولة العالم. النادي الأهلي على كل المستويات، فوزك على النادي الأهلي بيسطر لك تاريخ في حقيقة في نادي الزمالك. ديربي في أي مكان في العالم، ديربي الموضوع وقمة عربية أفريقية كل الناس بتستناها، فأنت لما بتكسب النادي الأهلي وبتعمل أداء وبتعمل نتيجة بتتكتب لك في التاريخ، يقول لك الجهاز مستر كارترون وكابتن سامي الشاشيني وكابتن أمير كسبوا النادي الأهلي في السوبر المصري في الإمارات، وكسبوا النادي الأهلي في بطولة الدوري في الدور الثاني. طبعا يعني. طب انت ايه رايك في كالتيرون؟ مدرب عظيم. طب اتكلمنا شويه عن كالتيرون، يعني للاسف الاعلام ما اتكلمش عن الراجل ده بشكل كويس، يعني هو واضح انه كان قليل الكلام، وفوجئنا مره واحده كده اقاله كالتيرون جاي له التعاون السعودي، كالتيرون مش موجود. فيعني كلمنا شويه عن كالتيرون وشخصيته ومش ازاي يعني. بص، هو مبدئيا مستر كالتيرون مدرب اولا محترم جدا خلقيا، فنيا ممتاز جدا. يعني هنتكلم الاول خلقيا، يعني ان هو بيتعامل مع الناس كلها سواسيه، بيحب يقرب الناس كلها منه، سواء اذا كان جهاز فني او اداري او طبي او لاعبين. فدي كانت ميزه من اول ما اشتغلنا معاه حسينا بيها. يعني اول يعمل ورشه عمل، يجيب الجهاز كله على طول ويقعد معاه ويحدد الادوار، كل واحد دوره ايه. أول يوم ممتاز. أول يوم اجتمعنا فيه ما كناش لسه قابلناه، كان عندنا ماتش الشرقية كنا هنديره أنا وكابتن سامي، فهو قال لا أنا هبقى موجود معاكم. فخدنا اللعيبة ورحنا على المعسكر، اتكلمنا في التليفون، تمرين 1 2 3 4، عملنا التمرين فروحنا قابلناه، قعد معانا أنا وكابتن سامي الشاشيني وكابتن عمرو. تمام. قعد معانا، النهارده إيه الشغل إيه؟ فقلنا له عملنا كذا 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 كذا، قال تمام هو ده اللي انا كنت طالبه فعلا. بكره انتوا شايفين ايه؟ فقلنا له في كذا كذا كذا. يديكم مساحه من الشغل. طيب انا موجود معاكم ان شاء الله الصبح ان شاء الله على الفطار. فطار الساعه 10، الساعه 9 نبقى موجودين نقعد مع بعض عشان نتكلم عن المباراه. ده اول حاجه. تمام. فهو واضح ان هو منظم وعارف شغله وعارف هو هيبدا منين وهينتهي فين. استفدت منه كتير، واضح كتير جدا، وانا كنت حابب التعامل معاه، وهو يعني على المستوى الشخصي ظريف جدا، وبتكلم معاك في كل حاجه، بيديك مساحه، بيعلمك من الخبرات اللي هو على فكره مدرب كبير وخد بطولات كبيره طبعًا. جدا طبعًا. خد بطوله افريقيا مع مازيمبي، وصل للنهائي مع النادي الاهلي، وخد مع الرجاء السوبر الافريقي من الترجي. استقبلت خبر رحيله ازاي؟ زعلت جدا جدا جدا، بس انا استقبلته منه. هو اللي قال لك؟ قال لك مش هكمل. هو ما قاليش مش هكمل، هو قال لي انا خدت القرار. احنا كان عندنا ماتش الانتاج الحربي، خلصت الانتاج الحربي. على فكره في فتره تولي معظم صورك معاه، يعني كل صورك وهو بيكلمك وانت بتتكلم معاه، انا كنت حاسس ان كان مديك مساحه كبيره جدا ما شاء الله. هو كان بيحبني جدا على المستوى الشخصي، وهو كان واثق فيا وفي امكانياتي، وعلى فكره هو كان كمان بعد ما الكابتن سامي الشاشيني ساب الفرقه، هو صمم ان انا ابقى مدرب عام مع مستر امير مرتضى، وقال لك انا مش محتاج حد، انا معايا امير كويس وعنده خبرات كويسه. ولما اشتغلنا الدوري عملته طفره فعلا كويسه جدا. بدايه الدوري كمان انا يعني حسيت ان هو بيديني مساحه كبيره قوي، كان بيخليني اقول المحاضره بتاعه الماتش للعيبه قبل، يعني عشان على الخط معانا الكابتن ايمن عبد العزيز. الو كابتن هشام، هنا احلى يا كابتن ايمن مصر. وحشني. طبعا كابتن ايمن عبد العزيز نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر وافضل لاعب ديفندر في تاريخ الكره المصريه، من اللاعبين اللي لا بجد دي حقيقه. يعني ايمن كان اصغر مني، وانا فعلا انا كنت بقلد ايمن، كنت بستفيد منك ايمن. لا يا كابتن مصر، ده انت كابتننا كلنا حبيبي، منورنا ومشرفنا، ومعانا النحله بقى الكبيره. فيعني كبير بقى. عايز تقول له ايه؟ يعني اقول له ان يعني الحقيقه انا مش عارف اقول له حاجه في التلفزيون. لكن هو بالنسبه لي كل شيء. لا كلمنا عنه الاخ، يعني كلمنا عن امير الاخ، يعني انا عارف ان هو الاخ والسند يعني.
لا هو الحمد لله، هو بالنسبة لي دلوقتي كل شيء بعد وفاة بابا وماما الله يرحمهم، فهو بالنسبة لي كل حاجة دلوقتي. ربنا يخليهم يا جماعة. هو يمكن أهم حاجة عندي في الدنيا دلوقتي. بتبسط جدا جدا لما أشوفه يعني ناجح، ويمكن أنا كتبت له وقلت له إن هو يعني ربنا رجع له حقه بموضوع الدرجة الأولى ده، حقيقي اللي هو اتأخر كتير قوي، فاهم؟ هو كان أحق مننا كلنا وأحق من أي حد، لكن هو كان ربنا شايل له حاجة كويسة، وفي الآخر يعني الفترة اللي هو اشتغل فيها يعني يمكن حقق إنجازات محدش حققها، والفرقة كانت كويسة جدا جدا. وأنا قلت حتى لما جيت في الفترة اللي هي الانتقالية بعد مستر كارتيرون، وجيت أنا والكابتن طارق لما قعدت مع الناس فوق في الدرجة الأولى في الاجتماع، قلت لهم إن الحقيقة حتى لو أنا جاي أو أي حد جاي، أحق ناس تقعد في الفرقة بعد مستر كارتيرون هو أمير وأحمد عبد الرؤوف، ده كان حقهم إنه يفضلوا موجودين، لكن هو ربنا دايما بيشيل له حاجات أحسن وحاجات أفضل، فربنا يكرمه دايما ويشوفه أحسن حاجة في الدنيا، لأن هو يستاهل يعني أحسن من اللي هو فيه بكتير، وربنا يكرمه ويخليه لنا ويخليه لأولاده يا رب إن شاء الله. ان شاء الله. انت عشان انسان جميل يعني، طبعا كنت طبعا لعيب جميل وانسان جميل يعني، حبيبي ربنا جدا. يوفقك. عاوز بس يعني اسالك سؤال كده، في ظل طبعا وجودك في الناشئين كابتن امير كان يعني كنت حاسس بايه؟ وهو كان طبعا سبقك بكتير، فانت طبعا داخل نادي الزمالك واخويا امير عبد العزيز، كان دي بالنسبه لك يعني بتمثل لك ايه؟ لا، ما زي ما قلت لك، هو كان استند بالنسبه لي في النادي، يعني لعبت كوره على حسه في النادي، كنت دايما بشوف، كنت سابق زمايلي وسني، بما ان انا يعني اخو امير عبد العزيز صغير، فكنت بقابل كل اللعيبه الكبار وبقعد معاهم وبروح لهم كل حته بيقعدوا فيها، فيمكن ده شويه خلي بالك اداني ثقه ان انا كنت بقعد مع نجوم كبيره بسببه هو. فانا قلت لك هو كان استند بالنسبه لي في النادي، واحنا دايما حتى بنتدلع على حسه لحد دلوقتي في النادي، طب الحمد لله. يعني ربنا يديله الصحه ويبقى دايما سند لينا كلنا ان شاء الله. ربنا حبيبي يخليك حبيبي كابتن ايمن، ايمن، ومتشكرين على مداخلتك، وان شاء الله نتمنى لك التوفيق، ونتمنى لك انك تشرفنا وتنورنا في برنامج الكرة مع جعفر. حبيبي ربنا يكرمك، وبرنامج جميل ربنا وبرنامج يخليك. موفقه، وان شاء الله ربنا يكرمكم وتكسروا الدنيا، تكونوا احسن برامج مصر باذن الله. تسلم لي حبيبي، شكرا حبيبي، مع السلامه. حبيبي مع الف سلامه. حاجه جميله لما الاخ يحس بقيمه الاخ الكبير والسند، ونجم يعني ايمن عبد العزيز نجم. هو طبعا يعني انا ما بعتبرش ايمن اخويا ابنك الصغير، انا بعتبر ايمن ابني، انا اللي جبته النادي وانا اللي مربيه، وايمن طول عمره يعني محترم وجميل وقلب ابيض جدا، وطول عمره شايلنا وشايل اخواته يعني، وطول عمره بصراحه هو بيقول عليا سند، لا هو كمان سند. ربنا يخليكم لبعض يا رب، ربنا يخليكم ربنا يخليهولي ويبارك لي فيه، ودايما ان شاء الله يبقى موافق في حياته ان شاء الله باذن الله. يعني نرجع بقى لمرجوعنا ونادي الزمالك، مين افضل مدرب انت كنت حابب تشتغل معاه من المدربين الاجانب اللي جم نادي الزمالك؟ هو طبعا مدربين نادي الزمالك يعني معظمهم كانوا يعني جم عملوا نجاحات، لكن في مستر فيريرا بروف. كنت بتتفرج عليه؟ فيرا ولا فيريرا؟ فيرا. فيرا كنت بتتفرج عليه؟ بتفرج عليه، كنت مبسوط جدا من الشغل بتاعه، هو كان بيشتغل بسيستم كده ونظام كان عاجبني قوي، فكنت حابب ان انا ابقى موجود معاه اكتر عشان ابقى شايف كل حاجه وابقى متابع كل حاجه، لان انا بحب، انا من نوع المدربين اللي بتحب تتابع المدربين بتشتغل ازاي عشان اشوف انا فين واقف فين منهم. تمام. يعني فالحمد لله يعني مع كل المدربين اللي جت اشتغلت كنت بحس ان انا قريب، يعني لا انا ماشي صح، لا انا الفكر بتاعي قريب من الناس اللي بتيجي تشتغل، فالحمد لله يعني بتابع جيد ودايما على طول بحب اطور نفسي. لكن مستر كارتيرون كان ليه علاقه خاصه معايا كده، كان يعني كان دايما يقول لي على تفاصيل كده كانت فادتني في الشغل بتاع اللي فات ده مع نادي اسوان، فادتني كتير بصراحه. هنتكلم عن نادي اسوان بس عايزين نتكلم عن نادي الزمالك، وشايف اداء نادي الزمالك مع باتشيكو دلوقتي مطمنك؟ يعني بعد التعادل مع المولوديه هنا في القاهره ومجموعه صعبه جدا، فطبعا كل حبايبك معانا على التليفون، قول الو بقى. الو كابتن مصر، منور الدنيا يا كابتن مصر والله. كابتن سامح ده ازيك؟ حبيبي حبيبي يا كابتن سامح. كابتن سامح اسماعيل حبيبي يا كابتن، منورنا ومشرفنا باتصالك. اولا
اولا احب ابارك لك على البرنامج يا هشام، ودايما كده كابتن هشام منور ومتالق، ويعني ان شاء الله وجهه مشرفه للاعلام حبيبي المصري، وحاجه احنا كاصحابك الاول مبسوطين جدا بالتجربه دي، ويا رب دايما في تفوق لتفوق حبيبي. ربنا يخليك. وطبعا بهنيك على البرنامج، وبهني البرنامج على كابتن امير عبد العزيز حقيقي يا كابتن مصر. بجد والله يا كابتن هشام من يعني فعلا من الناس اللي مش واخده حقها في 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 المجال. خلي بالك بص يا سامح، يعني انت خلي بالك انت يعني كنت لعيب برضو كبير، لعيب نادي الزمالك برضو ومنتخبات الناشئين، يعني لا حاجه محترمه، وبرضو من الناس اللي ما خدتش حقها. انا عاوز اكلمك بقى على امير الصاحب، يعني انا 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 يعني طبعا انا عاشرت امير، طبعا كان ليا الشرف اني لعبت معاه في طنطا، كان ليا الشرف. حبيبي يا كابتن مصر. انا والله بص يا كابتن هشام، اولا انا شهادتي في الكابتن امير هتبقى مجروحه، يعني عشان بس نكون، لا يا حبيبي مش مجروحه ولا حاجه. انا كابتن امير عبد العزيز اخويا الكبير، الحاجه الانسان الشخصي بره الكوره وبره مجال الكوره، حد تعامله تحبه من غير اي حد، جدع جدا، صاحبه جدا، رجوله جدا، كل بص كل الصفات الكويسه هتلاقيها فيه بامانه. دي قصه، وغير اللي هو اخويا الكبير واخو عشره عمري. ربنا يخليكم لبعض يا كابتن سامح حبيبي. دي من ناحيه الخارج الملعب، من ناحيه داخل الملعب مدرب محترف بما تحمل كلمه محترف. والله بامانه انا اشتغلت مع كابتن امير، انا كنت مساعد كابتن امير في كذا مرحله، في مرحله منتخب المنطقه ومرحله الاسوان معاه، مع طبعا كان الكابتن سامي. انا عاوز اغششك حاجه كده قبل البرنامج إيه؟ فبنتكلم بندردش انا وهو، قال لي سامح اسماعيل مشروع مدرب كبير حبيب. جدا جدا جدا. دي شهاده تدريبيه لوحدي. بص بقى انا بقى يعني هنتهز الفرصه بقى وهنقرب السؤال. تجربتك مع اسوان، ويعني كسبتوا اول ماتشين وتصدرتوا المجموعه، ومره واحده لقينا النتائج بتسوء، ورحيل الجهاز الفني قياده كابتن سامي الشيشيني وكابتن امير وكابتن سامح، ايه السبب يا كابتن سامح؟ والله بص، هي قصه المكسب والخساره دي طبعا انت بتجتهد وبتعمل عليك، والباقي النتيجه دي بتاعت ربنا. دي قصه. القصه الثانيه كابتن هشام، ان احنا نعمل تيم بقياده كابتن سامي الشيشيني وكابتن امير عبد العزيز، وانا كنت مساعد معاهم، اللي انت تعمل تيم في 25 يوم ده في حد ذاته انجاز حقيقي. اللي انت احنا رحنا، يمكن طبعا كابتن امير اكيد قال لك، احنا رحنا اول تجمع في التيم يا كابتن هشام، ما احنا معانا 7 لعيبه، عشان تلعب بطوله دوري عام وتلعب بطوله قويه، خلي بالك من اقوى الدوريات السنه دي للموسم ده، لان كل الفرق فيها امكانيات لعيبه وفيها ما استعدوش الفرق عشان الكورونا، ما استعدتش هوب الدوري لحم. موسم صعب طبعا، صعب جدا يا كابتن هشام، وانت كمان الاصعب ليك انت كاسوان، اللي انت ما كانش عندك تيم، يعني انت شبه ما عندكش حاجه، انت بتلعب، انت بتشتغل بتيم عنده 7 لعيبه، اللي انت تجمع 25 لعيب او 30 لعيب في 25 يوم، وفي نفس الوقت انت مطالب الاعداد البدني والاعداد الفني والاعداد الخططي والاعداد الذهني، اللي تلعب بطوله دوري عام. دي قصه. القصه الثانيه اللي انت تكسب اول ماتشين، دي برضو عملت علينا بريس، دي عملت علينا ضغط، خلي بالك يعني الماتشين دول بالنسبه لنا احنا كانوا طبعا حاجه كويسه طبعا انت تعمل كده، بس عملت عليك ضغط، اللي انت مطالب، اللي انت خلاص الناس بقت تعمل لك حساب يا كابتن هشام. سامح انا الناس، انت عارف انا لعبت في اسوان 3 سنين، الناس كانت بتكلمني من اسوان بتقول لي احنا هنبقى في المربع الذهبي بعد اول ماتشين. ما هو ده اللي عمل علينا ضغط يا كابتن هشام. ليه؟ لان طبعا انت لما كسبت الماتش الاولاني والثاني، غير كده من الناس بتوعك، غير الناس الفرق الخصم، انت دلوقتي كان الاول الناس مش عامله حساب للمجموعه، لسه مجمعين التيم وبتاع، فانت كسبت اول ماتش فرقه محترمه زي فرقه الام بي بكاز كابتن حلمي طولان، وبعد كده فرقه ثاني ماتش مع الجيش بكاز كابتن طارق العشري، فبدات الفرقه بعد كده اللي جايه لك لا عامله لك حساب قوي، وعامله لك حساب انت فرقه كبيره، وفي نفس الوقت انت الامكانيات اللي انت فرقه جمعنا لعيبه في 25 يوم، بعض اللعيبه ما كانوش بيلعبوا في انديتهم اصلا، وبعض اللعيبه لسه بيخشوا عشان يتعرفوا تمام. فدي القصه كلها، اللي انت عشان تعمل كل ده وتلعبهم كل 3 ايام مباراه، فدي كانت بالنسبه لهم ضغط عليهم جدا، فكنا احنا بنعاني من الموضوع ده. خلي بالك يعني انا اتفرجت على اول ماتشين، انتوا كنتوا عاملين اداء ولا اروع، يعني شكل تكتيك جوه الملعب فعلا، يعني انا قلت لا يمكن حد يخترقكم ويجيب جول. والماتشات اللي احنا اتغلبنا فيها برضه هتلاقي احنا عملنا ماتشاتكم، يعني شايفكم مقفلين تقفيل.
في الدقيقة حاجة و90 وبلعب مثلا الجونة الإسماعيلي ضرب الجزاء من الفار كان فيها كلام، فأنت حتى وأنت بتتغلب كنت كويس. إن شاء الله ربنا يكرمكم في اللي جاي، ومنتظرين منكم الكتير انت والكابتن امير ومعاكم الكابتن سامي. تحياتنا طبعا للكابتن سامي الشيشيني، ونتمنى لكم التوفيق يعني في احسن مكان في مصر ان شاء الله. حبيبي يا كابتن هشام، ويا رب سامح. دايما متالق، وانت معاك علم من اعلام الجايه في التدريب. نحله نحله ها نحله. لا بص ده نحله، ده في حته ثانيه. حبيبي يا كابتن سامي، حبيبي يا كابتن حبيبي. يلا بالتوفيق يا كابتن هشام، بالتوفيق يا كابتن. مع الف سلامه. مع الف سلامه حبيبي. اتفضل حبيبي، مع السلامه. بتبقى حاجه جميله لما الصحاب يعني يتكلموا عليك كده. طبعا انا شهادتي فيك مجروحه بقى، مش هو شهادته يعني. انا فعلا اتعاملت معاك من افضل فترات عمري في السنة اللي أنا لعبت معك فيها، فعلا نموذج للاحترام والذوق، وفعلا أنت كنت الأخ والسند لينا. بكلمك بجد يعني كابتن هشام، والله أنا سعيد جدا بالكلام اللي بيتقال عليا دوت يعني. لا أنت تستاهل أكتر من كده. أنا مش عارف أقول إيه والله. بص يا كابتن أمير، إحنا يعني طبعا فكرة برنامجنا وضيف برنامجنا ده عملاق من العمالقة في مجال الرياضة، وأنت عملاق فعلا من العمالقة، سواء على مستوى الناشئين أو مستوى الفريق الأول في فترة شغلك مع كالتيرون. الفترة دي كان فيها المستشار مرتضى منصور موجود. ايه رأيك في أدائه في نادي الزمالك في الفترة بتاعته السابقة؟ هل هو زي ما احنا بنشوف راجل عصبي على الشاشات، ولا ان هو حد هادي وجميل؟ ويعني انا على المستوى انا ما تعملش معاه، فكلمنا بقى عن المستشار مرتضى. بص طبعا يعني المستشار مرتضى على المستوى الشخصي انا بحبه جدا 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 يعني. هو انسان طيب جدا وبيحب نادي الزمالك بطريقه غير طبيعيه. خلي بالك كل الناس بتقول عليه كده، انه طيب جدا يعني. لما تتعامل معاه بتحس ان وبتبقى قريب منه، بتحس ان هو لا فعلا هو سند ليك، وهو مش زي ما بيبان او بيظهر مثلا في التلفزيون. ممكن يكون وقت انفعالات، لكن بعد دقيقة بعد دقيقتين تلاقي انسان تاني خالص. فالمستشار مرتضى بصراحة عمل حاجات كتير لنادي الزمالك، عمل طفرة، عمل تاريخ في نادي الزمالك، تاريخ كبير محدش يقدر ينكره بصراحة. هو كان عامل طفرة انشائية، طفرة انشائية يعني وطفرة رياضية. ومستشار مرتضى بصراحة يعني انا شكرته وبشكره تاني على الفرصة اللي هو اداها لي من خلاله، ان انا ابقى مدرب عام نادي الزمالك، وان انا ابقى موجود في الجهاز الفريق الاول في نادي الزمالك. لو اي حد غير المستشار مرتضى منصور كان موجود، كنت ممكن هتلاقي اسماء كتير ما مسكتش الفريق الاول. بص يا كابتن امير، شهاده للتاريخ وشهاده حق. انا ما اتعاملتش مع المستشار مرتضى، بس كونه انه يدي الفرصه لميدو يمسك مدير فني نادي الزمالك، ده حقيقه، وبعديه مؤمن سليمان يمسك مدير فني نادي الزمالك، ده حقيقه، ويطلع كل لعيبه نادي الزمالك اللي خدموا في نادي الزمالك يشتغلوا مع الفريق الاول نادي الزمالك. لا هو بصراحه يعني شابو للمستشار مرتضى منصور في القصه دي طبعا يعني. انا قلت لك، وانا زي ما بقول لك، هو الوحيد اللي كان قادر ياخد القرار ويدخل مجموعه المدربين اللي دخلت الفريق الاول لنادي الزمالك، وعلى فكره كلهم من ولاد النادي، وعلى فكره كلهم مدربين كويسين يعني. هو ما جاملش حد يعني، سياده المستشار ما جاملش حد، بالعكس هو كان حابب يشغل ولاد النادي وحابب يستفيد منهم ومن خبراتهم. طيب بما انك انت دلوقتي في النادي وبتشوف وانا عارف ان انت قاعد في النادي بيتك طبعا، مجلس الحالي اداؤه، هل اداء ببطء انت كراجل مدرب، ولا اداء باتزان، ولا اداء سريع، ولا اداء نمطي؟ برضو جماهير نادي الزمالك عايزه تعرف. بص هو ما تقدرش تحكم على الـ على الـ على الـ المجلس اللي موجود دلوقتي، ان الفترة اللي هو تولى فيها برضه فترة يعني مش كبيرة، لكن انا شايف ان هم يعني بيتعاملوا بنفس السيستم اللي كان ماشي بيه النادي، والناس كلها محترمين، الناس كلها افاضل عارفين. باعوا مصطفى محمد، جابوا صفقتين، بيحاولوا يجددوا الساسي، بيحاولوا على اللي موجود دلوقتي. لكن انا شايف ان 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 هم ممكن مع الوقت الانجازات بتاعتهم تبان. نتمنى لهم التوفيق طبعا. طبعا نتمنى لهم التوفيق، ونتمنى التوفيق لنادي الزمالك. ونادي الزمالك ده نادينا وبيتنا، واي نجاح بينجحه نادي الزمالك بيتنسب للناس كلها اللي موجوده. احنا عايزين دايما نادي الزمالك في العالي، عايزين دايما نادي الزمالك على المنصات، دايما نادي الزمالك يتوج.
النهارده نادي الزمالك والنادي الاهلي ما بيبقوا كويسين، منتخب مصر بيبقى كويس. طبيعي طبيعي، ما ينفعش النادي الاهلي كويس من غير النادي الزمالك، ما ينفعش النادي الزمالك كويس من غير النادي الاهلي. نتمنى التوفيق لنادي الزمالك طبعا. وفقرتنا عن نادي الزمالك ما خلصتش، هنتكلم عن الناشئين وهنتكلم على اللعيبه اللي صعدت فريق اول في توليك، وانت ساعدت اللعيبه دي ازاي، ولكن بعد الفاصل. معاك ان شاء الله. ورجعنا لحضراتكم مره تانية مع كابتن امير عبد العزيز. وكنت بسالك كابتن امير قبل الفاصل، صعود لعيبه نادي الزمالك الناشئين في فتره توليك التدريب مع كالتيرون، ممكن تقول لنا اسماء اللعيبه اللي صعدت في الفريق الاول ونصايحك ليهم ايه؟ وهل انت كان ليك دور فعلا في تصعيدهم، ولا هو ادائهم بس اللي كان كفيل انه يلعبوا في الفريق الاول؟ طب مبدئيا يعني عندنا، انا خد اللعيبه كده واحد واحد، حسام اشرف، اسامه فيصل، خلي بالك انا معظم اللعيبه دي عارفها. يعني طبعا اكيد. احمد عيد، محمد حسام بيسو، ياسين مرعي، حسام عبد المجيد، حاتم سكر، حسام عبد المجيد، محمد طارق، يوسف محمد برضو ده كان مواليد 99. دول اللعيبه طبعا مع حسين فيصل وهاني رشدي، دول اللعيبه اللي بتصعدوا الفريق الاول من فتره. انا كنت ماسك فرقه 2001، وكنت واخد مجموعه لعيبه، يعني هم لعيبه كويسه بس على الـ على الـ على الجدول بتاع الدوري في البطوله اللي هم بيلعبوا فيها كانوا التاسع. فلما مسكت الفرقه اتفقنا وحطينا خطوط عريضه ان احنا مفيش حد هيصعد فريق اول، مفيش حد هتعمل له عقد غير لما نحسن الوضع وتبقى الاول في الجدول. واشتغلنا على هذا الاساس، لعيبه تعبوا واشتغلوا وعملوا يعني موسم من اروع المواسم اللي عملوها في النادي، وهي دي اللي عملت لهم الطفره ونقلتهم ان الناس كلها تبص عليهم وتدخلهم، يبص عليهم ويقولوا دول ممكن يبقوا مستقبل النادي ويلعبوا فريق اول. لما تصعدت الفريق الاول مستر كارترون كان حابب يدعم بالناشئين. طيب كابتن امير، معانا تليفون. الو الو الو، يبدو ان الخط قطع. اتفضل يا كابتن. رجع تاني الخط؟ ما رجعش. لا اتفضل. فمستر كارترون كان حابب يدعم الفريق الاول باللعيبه بمجموعه ناشئين. قال لي امير مفيش فرقه في العالم ما بيبقاش فيها على الاقل 5 6 7 لعيبه من ولاد النادي الناشئين. يعني انت اللي طلعت الولاد دي وخدتها بقى. لا بص، كان يقول لي امير فرقه 2001 عندها ماتش امتى؟ اقول له مستر كارترون عندهم يوم كذا، يروح يتفرج. اول ماتش اتفرج عليهم راح مدينه السلام، عشان كانوا بيلعبوا الانتاج الحربي في مدينه السلام. تمام في دار السلام. تمام. فراح اتفرج عليهم، فرجع قال لي الفرقه دي انت كنت ماسكها؟ قال لي على فكره فيهم لعيبه كويسه قوي. في حد من معجبينك؟ الو استاذ محمود. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. كابتن هشام. ايوه يا استاذ محمود اتفضل. ايوه انا بحب، يا ريت توطي بس التلفزيون بعد اذنك. طيب حاضر. انا بحيي طبعا اول حاجه القائمين على البرنامج، وطبعا كابتن هشام جعفر بحيي. شكرا. تمام. وكنت عايز اسال كابتن امير، ايه اغلى بطوله حضرتك كنت حصلت عليها مع نادي الزمالك وكده؟ هو خلي بالك، بص يا محمود، هو قالها يعني، هو قال انه ان السوبر المصري والفوز على النادي الاهلي، بس انا وجهه نظري برضو السوبر الافريقي طبعا، برضو واول بطوله طبعا. يعني أول قصه كده، السوبر الافريقي ونادي كبير، نادي الترجي نادي كبير، بس انت عارف انت لما بتكسب النادي الاهلي بيبقى ليه مذاق خاص عند جماهير الزمالك. وكنت عايز بس اساله، يعني الزمالك الفتره الجايه هو شايف رؤيه الزمالك الفتره الجايه ايه، وخصوصا في ظل النتائج اللي هي موجوده دلوقتي؟ طب ماشي يا محمود. بص، هو طبعا الزمالك طبعا فريق كبير وعنده لعيبه يمتلكوا من الشخصيه ان هم يعدوا اي موقف فيه. انا شايف ان نادي الزمالك السنه دي بادي في الدوري بدايه ولا اروع. سيبك من ماتش غزل المحله، ده ماتش يعني خارج التوقعات خالص. احنا كنا افضل، مضيعين فرص كتير جدا جدا جدا،
فكونك ان انت تطلع مغلوب وارد في الكوره ان انت تطلع مغلوب ممكن ما بقاش اليوم بتاعك. نادي الزمالك في ماتش مولوديه وهران كان برضو مسيطر على المباراه، فرص كتير ضايعه، نتيجه مش متوقعه او احنا ما كناش حابينها، لكن ده وارد في الكوره. نادي الزمالك عنده من الشخصيه ومن الكاريزما ان هو يرجع لاي مباراه واي بطوله في اي وقت. الماتش انا متوقع ان شاء الله الماتش الافريقي ان شاء الله الجاي بتاع فرقه السنغال النادي الزمالك يعمل نتيجه ايجابيه هناك وممكن يكسب. نادي الزمالك فرقه كبيره وعنده لعيبه على اعلى مستوى، نتمنى لهم ان شاء الله التوفيق ان شاء الله، واحنا دايما بندعمهم ودايما بنساندهم. يعني بنشكرك يا استاذ محمود ويعني متصل عزيز على قلبنا. كابتن امير عندي سؤالين قبل ما اختم عشان الوقت جري معاك بسرعه جدا. انا عارف ان ايمن ابنك مواليد 2006 لعيب جامد جدا في الزمالك الحمد لله، هل فعلا هو لعيب جامد كده زي ابوه وعمه ولا سقف سقف؟ لا بص، هو الحمد لله الحمد لله، يعني هو ان شاء الله هيعدي ابوه وعمه ما شاء الله. يعني هو انا في حد يشبهه بيقول ده هيبقى اجمد من مصطفى محمد، يعني ان شاء الله نتمنى ان هو يعني يوصل حتى لمصطفى محمد، لكن انا شايف ان هو عنده الشخصيه وعنده الاصرار ان هو ان شاء الله يبقى لعيب كبير في نادي الزمالك ويلعب درجه اولى ويكمل مسيره عمه ويكمل مسيره ابوه. لكن هو على المستوى الفنيات هو لا، الحمد لله رب العالمين، هو من اللعيبه المميزه في القطاع ولعيب واعد وهو كمان هداف. نتمنى له التوفيق وبنقول لمسؤولين نادي الزمالك لو سمحتم الولد لو كويس يطلع مع الفريق الاول، يعني مش لازم ابوه يتكلم ومش لازم عمه يتكلم، فبعد اذنكم نظره بس لايه لايمن امير عبد العزيز. هو لسه صغير على الفريق الاول. لا ان شاء الله هيقوم بقى 2006، لكن انا متوقع ان شاء الله في خلال السنتين الجايين دول يبقى حاجه كويسه ان شاء الله، وربنا يكرمه ان شاء الله ويبقى امتداد يعني للعيله ويبقى من اللعيبه المؤثرين داخل نادي الزمالك ان شاء الله. كابتن امير انا يعني الوقت جري معاك وسعيد جدا 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 يعني بحضورك وتشريفك ليا، وان شاء الله يكون في حلقات كتير، وبشكرك جدا 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 وبتمنى لك التوفيق. والله انا سعيد بوجودي معاك وكانت حلقه مميزه جدا. انا الوقت جري بصراحه، المناقشه حلوه والاسئله حلوه، ويعني انا بشكرك على البرنامج وبشكرك ان انت يعني اتحت لي الفرصه ان انا ابقى موجود. ربنا يخليك كابتن معاك. ربنا يخليك. اعزائي المشاهدين وبكده نكون انتهينا من برنامجكم الكوره مع جعفر. ان شاء الله انتظرونا الاسبوع القادم يوم الاحد ان شاء الله الساعه 11. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.